هذه المنطقة طبعا يختل الرمة. هذه المنطقة فيها مناطق أكثرها مناطق زراعية ورعاة أغنام وبدو يعني، ومنتشرين في هذه المنطقة، حدثت إصابات كثيرة بينهم يعني. ووصلنا لهذا يعني عند وصولنا قدوم لهذه المنطقة زي ما قلنا لكم كان ما حد ساكن فيها نهائيا، كان منطقة حرب، وكانوا الحوثيين مسيطرين على هذه المنطقة وكبسوها بالألغام يعني بآلاف الألغام، والآن لا زال العمل مستمر. عندما نشوف اللغم خطير وغير قابل للنزع يعني، نحن نقوم بإحراقه أو تفجيره في موقعه يعني، لأن في حالة التعامل معه هو قد انضحل وانتهي، ممكن بينفجر في أي لحظة يعني. لهذا نحن بنبحث عنه، وعندما نوجد اللغم نقوم بالتعامل معه ونجيب فني الغذائف أو الخاص الشخص عامل الغذائف، ونقوم بإحراقه أو تفجيره.